طب معتز لازم اقول لك او ادهم يعني لازم اقول لك ان اكيد في سبورت من العيله طبعا بابا وماما اكيد بيسبورت الامور بتوفق ازاي بين دراستك وبين اللي انت تبقى بطل اولمبي باذن الله هو طبعا من غير بابا يعني اولياء اموري وعيلتي طبعا ما كنتش وصلت اللي انا فيه سواء اخويا والدتي والدي مستحيل كنت اوصل اللي انا فيه من غيرهم ومن غير مساعدتهم مش هجري عفوا مش هجري معاك تمام عايزك تاخدني كده يعني بابا بيعمل ايه ماما بتعمل ايه لازم نديهم حقهم على الهوا لان انا عارف ومقدر هم بيشتغلوا قد ايه معاك هم اصلا هم اللي اصروا ان احنا ان انا بالذات اكمل في اللعبه دي ان انا في الاول ما كنتش مبسوط والدي ووالدتي اصروا وكانوا طبعا هم اللي بيودوني للتمارين هم اللي بيهتموا بينا يفضلوا قاعدين معانا سواء عندهم شغل او لا كانوا طول عمرهم هم اللي بيزقونا ان احنا نوصل للي احنا فيه دلوقتي فلولاهم مستحيل كنا نوصل مستحيل مستحيل طب ليه ما كنتش مبسوط في اللعبه من الاول انت قلت لي ان انا واخد من اخويا يعني ليه ايه اللي كان مضايقك فيها كنت صغير كنت عايز العب كوره اه كنتش يعني ما كنتش كويس في اللعبه لعيب كوره كويس انا لا مش لازم يكون لعيبه كوره كلنا كان نفسي من كل طفل صغير نفسه يلعب كوره اكيد كنت في اللعبه وانا صغير ما كنتش يعني ما كانش عندي امكانيات كويسه سواء بدنيا او تفكيريا كنت على طول تعبان ما كنتش مستحمل في التمارين بس هقول لك على حاجه سبورت الولي البابا وماما هم اللي عملوا وهيفضلوا سبورت لغايه ما نوصل بريد